أهلا سيدة بيفير. أهلا، أشعر أننا نعرف بعضنا. حسناً، لقد خرجنا من هذه الحلقات المذهلة وقد تكلمت معنا عن أشياء كثيرة في الروح القدس، لكن هناك أسئلة نريد أن نجد لها الإجابات، وأريد أن أتكلم عن بعض الأمور التي قد يريد البعض أن يسمع عنها أو لم تتوفر لنا فرصة التكلم عنها. ومن بين هذه، وقد تكلمت عنها قبلاً، أننا قد حرصنا على أن نجد الأجواء حتى أننا أهملنا حضور الروح القدس. لذا أريد أن أسأل الآن سؤالاً هاماً، كيف ندعو حضور الروح القدس ليرجع؟ لدينا الآن الأجواء، لكن نريد استرجاع الحضور بدون الأمور الغريبة أو تلك الخدمات التي لا طالما أرهقت الناس. حسناً، علينا أن نطلب. تذكرين ما قلته عن الروح القدس؟ إنه مهذب ولن يبادرنا إن لم نبدأ نحن إلا إن كان له هدف. في كثير من الأحيان في الكنائس يتقدم الناس للخلاص، فأصرف دقيقتين وأقول يا روح الله المسهم، فيبدأ الناس في البكاء في الكنيسة، فيأتي حرفيا، وأحب ذلك. فالكتاب يتكلم عن تذوق الموهبة السماوية، وأجد أنه من الصعب أن يرتد الناس إن تذوقوا الموهبة السماوية. حسناً، لن أنسى أبداً، كنت في كنيسة وقد كانت كنيسة كبيرة، وكانوا قد انتقلوا من الأشكال الكاريزماتية القديمة، كان هذا منذ فترة، لكنهم أجروا هذه النقلة، وجاء الروح القدس في ليلة وبدأ الناس في البكاء. فقال للرب الآن قل لهم أن يشكروني ليصلوا ويصبحوا الله، وختمت الخدمة. فقال لي الراعي واو، كنت أتوقع أننا سنستمر ساعة أخرى وأننا سنرى هذه الأمور الغريبة التي كانت تحدث سابقا. وقال لقد أحببت ما قادك له الله، وقال كنت أقدر أن أشعر بما يحدث، لقد قمت بمهمتك، وقلت حسنا فلنختم الاجتماع الآن. يا ليسا، لقد رأيت حضور الله يأتي لدقيقتين فقط وقد أثر في الناس جداً، لكن ليس لخمس ساعات. وكنا نتحدث عن الأمر في السيارة وقلنا أحياناً ما يسمح لنا بخمس وثلاثين دقيقة. نعم. لكن في الواقع إنه وقتنا نحن، فبدلاً من أن نعز لخمس وثلاثين دقيقة نعز ثلاثين. نعم، ثلاثين، ونفسح المجال للروح، أو في وسط العظة أفسح الطريق للروح القدس. أحياناً ما ينشغل الخدام بمحاولة تغطية مساحة كبيرة حتى أنهم ينسون أن يتركوها تتشبع بالروح. أنا أفعل ذلك أحياناً. لا، بل كلنا نفعل ذلك. حسناً، هناك سؤال عن دور الروح القدس. لقد تكلمت عن هذا بالفعل وذكرت موضوع الصلاة بالألسنة وأن نمتلئ بالروح، لكن أريدك الآن أن تتكلم أكثر. فقد قلت أن الروح يملأنا، لكن ماذا يحدث إن منعنا؟ كيف يبدو ذلك؟ هناك آية في كولوسي تقول وليملك على قلوبكم السلام الذي يعطيه المسيح، ثم يقول في روميا فالذين يتبعون قيادة روح الله هم أبناء الله. إن نظرنا لكلمة أبناء هنا هي كلمة هويوس، والتي تعني أبناء كبار. لا ينقاد كل المؤمنين بالروح، بل ينقادون بمشاعرهم أو عقولهم أو حالاتهم أو ظروفهم. قال إن الناضجين هم من ينقادون بالروح. كيف يقودنا؟ والروح نفسه يشهد في أرواحنا. إذن بمعنى آخر، دعونا نقول إني أريد أن أذهب إلى مدينة معينة وأشعر بقشعريرة مزعجة أو تقريبا نخر في عظامي. هل ذهبت لمكان لم يكن عليك أن تذهب إليه؟ نعم. وماذا نتج عن ذلك؟ أني قلت لن أفعل ذلك مرة أخرى، لن أفعلها. نعم. قد كانت كارثة. نعم. كانت سيئة. تعلمت أنه إذا شعرت بهذا الكبح فلن أذهب، سأتوقف، لكني لا ألغي الاجتماع. لقد مررت بمواقف شعرت فيها بعد ذلك أن الرب لم يردني أن أذهب هناك، لكني أعطيت كلمتي أني سآتي. قلت يا رب، تقول كلمتك إنه علي أن أكون رجلا أقسم على ما يؤذيني ولا أغير كلامي، سأذهب هناك، أحتاجك، أريد أن تنجح الأمور. أتعرفين، لم يوبخني على ذلك، لم يكن الأمر رائعا، لكني شعرت بحمايته لي. لذا الأفضل ألا أذهب حين أجد هذا الكبح والقلق. لا تقوم بالأمر، لا تفعل ذلك. الأمر المذهل إنه يمكن تمييزه، فهو قوي، وكلما طالت مدة مسيرتك معه كلما أصبحت أكثر حساسية. أعرف أمرا، وأعتقد أنك تكلمت عن
دكتور شو والأمور الرائعة التي عملها وكيف يملأ نفسه بالصلاة بالروح. لكني أعرف أمراً آخر لا يعرف الكثيرون أن بإمكاننا عمله، وهو أنه يقول لا للكثير ليستطيع حماية وقته في الروح. لذا الروح القدس سيقول لنا لا على بعض الأمور المستطاعة حتى يمكنه أن يفعل أمراً غير مستطاع في حياته. أريد أن أذكر شيئاً آخر. ستلاحظون أنه في كتاب الأعمال امتلأوا بالروح في الأصحاح الثاني، وبطرس كان مملوءاً من الروح في الأصحاح الرابع، وامتلأ المؤمنون في الأصحاح الخامس. الملء بالروح القدس لا يحدث مرة واحدة في الحياة، فالله يقول ولا تسكروا بالخمر التي تؤدي إلى الانحلال، بل امتلئوا باستمرار من الروح. بتعبير آخر، لا يتسرب منا الروح كالماء، بل نريد أن نتشبع من الروح باستمرار. أتعرفين؟ هناك أوقات في زواجنا نكون فيها مشبعين بالحب لبعضنا، ثم هناك أوقات أخرى فيها نبتعد عن بعضنا ونحتاج أن نتشبع مرة أخرى. بالتأكيد. أتفهمون ما أعنيه بهذا؟ وهكذا يجب أن تكون متعمداً. نعم، فابق مملوءاً. إنه أمر مستمر أن تمتلئ بالروح، وحين تمتلئ بالروح سيظهر فيك بالمزامير والترانيم والأغاني الروحية. ستجد نفسك فقط تغني. لقد رنمت كثيراً هذا الأسبوع. وأغلق التلفاز. أغلق التلفاز. وقلل مما يصيبك بالجفاف. سؤال، هل لدى كل المؤمنين القدرة على ممارسة المواهب الروحية أم هو أمر للخدام؟ هذا سؤال عظيم. أنا أؤمن أن كل مؤمن لديه القدرة أن يعمل بأي موهبة من مواهب الروح. إن كان أحد يحتاج إلى معجزة كبيرة، يمكن لموهبة المعجزات أن تأتي لأي مؤمن. هناك أشخاص معينين وضع الله فيهم تلك الموهبة وتعمل معهم في كل مكان. لقد رأيت أشخاصاً، ومنهم شخص نعرفه وهو من رجال الله العظماء، أعطاه الله موهبة الشفاء وتخصص في القلوب. كان يأتيه الناس من كل البلاد، لديهم متاعب بالقلب وكانت قلوبهم تشفى. كانت لديه موهبة الشفاء وقد ساعدته أن يحقق الخدمة التي دعي إليها. لكن أتعلمين؟ أتذكر أحد أصدقائي وقد قال إن ابنه غرق حرفياً في المغطس، صعقته الكهرباء ومات ل45 دقيقة. قال يا جون، صليت ل30 دقيقة ولم يحدث شيء. جلس المسعفون يتأففون مني لأنهم لم يفهموا ما يحدث. وقال شعرت بشيء ينزل من رأسي لأسفل وقد خرج من فمي. وقال شخص آخر نظر من عيني وقلت أنت ستعيش ولن تموت، وفعلا قام ابنه من الموت. ولم يكن خادما في ذلك الوقت. لقد كان شرطيا. ولم يكن حتى يخدم في ذلك الوقت. كان عائداً للتو من أول خدمة يعظها في حياته. لكني أريد أن أؤكد أن هذا واضح للمؤمنين. أي شخص مؤمنين. ممتلئ من الروح في أي وقت، حتى في متجر تارجت، ربما في وولمارت، يمكن أن يخدم. لا أعرف، وولمارت صعب علي، صعب بعض الشيء. أشعر براحة أكثر في تارجت. أريد أن أقول لا تحتاج أن تنتظر موهبة الشفاء. قال يسوع هذه البراهين ترافق المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيشفون، وهذا حين تصلي لمريض. سيكرم الله ذلك لأنه يكرم كلمته. لا داعي أن تنتظر ليضعك القس على المنبر. لا داعي أن تنتظر لتحبس شخصاً في حجرة الانتظار في الكنيسة. يمكنك أن تجد الموهبة في يومك العادي. قوة الله. نعم. وعود الله. نعم. إذا شعرت أنك منقاد بالروح لتتكلم مع شخص ما، أو تلتمس أحداً، أو تصلي من أجله، أو تكون كريماً معه، ربما علينا أن نبدأ بالكرم. سيكون ذلك مذهلاً. هي إحدى المواهب. العطاء. الكرم. نعم. حسناً. نعم. سؤال آخر. يرجعنا إلى سؤال سابق. نحن نعلم أن الروح القدس جاء ليعلن يسوع. نعم. حقاً. صحيح. ماذا عن تلك الإظهارات التي كنا نراها منذ عقود مضت، مثل الرعشة والضحك والتمرغ في الأرض والسكوت؟ كيف لهذه الأمور أن تعلن يسوع؟ حسناً، الكتاب المقدس يتكلم عن علامات غير عادية ولكنها لفترة قصيرة. هناك أوقات تحدث فيها علامات غير عادية وعجائب، وهي تجذب انتباه الناس إلى يسوع. ما أجد أنه لا يليق هو عندما يهتم الناس بالإظهارات أكثر من اهتمامهم بالرب نفسه. لن أنسى أبداً حين كنت في سنغافورة، أتى مبشر له موهبة الشفاء، ثم بدأ الجميع يضحكون بهستيرية. وأتذكر أن حضور الله كان على وشك أن يحل على هذه الكنيسة، لكن الناس بدأوا يضحكون وكأنهم
قد خدشوا لوحاً كبريتياً بمسامير، هذا ما شعرت به في روحي. كان أمراً صحيحاً ولكن في الوقت الخطأ. قلت توقفوا، توقفوا، ثم توقفوا وقلت لهم أصغوا. لقد توقفتم عند مرحلة الإعلان ولم تتبعوا روح الله. ليس هذا ما كان على وشك أن يفعله. لقد كان على وشك أن يلمس الناس بعمق بخوف الرب. ثم قلت فلنأمل أن روح الله يرجع ويباركنا، وجعلتهم يصلون مرة أخرى. وجاء الروح القدس وبدأ الناس في البكاء في كل مكان. ما يحدث هنا في مثل هذه المواقف التي لا تليق هو أن الناس يبدأون يتباهون في الموقف. هذا مثل الزوجين، فهما لن يمارسا الحميمية أمام الكل. فبدأ الأمر وكأنهم أرادوا أن يأخذوا الحميمية التي وهبها الله لهم ويتباهون بها، فيقولون انظروا كم نحن روحانيون. أنا أجد أنه كلما عرفت الروح القدس أكثر كلما أردت أن أحميه ومواهبه وقدرته وقوته بطريقة محترمة وليس بطريقة تطفئه. فالكتاب يقول لنا لا تطفئ الروح. يحدث إطفاء الروح عندما تطفئ قوته ومواهبه. لا تفعل ذلك، هذا ما أقصده هنا. نعم. بل اكرمه، لا تعرضه وكأنه نوع رخيص من القوة أو التأثير. نعم، وأريد أن أقول شيئاً. نحن ندعو الروح القدس ليفعل ما يريد أن يفعله. حسناً، حين نكون في شركة مع الروح القدس سيفعل أشياء في أوقات أو بطرق لا تبدو مريحة، لكن لن يرغمك أو يقهرك أو يزعجك، وهو لن يوجه النظر لإنسان بل لله. وهناك مناخ وحضور لهذا. قد كنت مؤخراً مع أشخاص من طوائف مختلفة وسمعت بعضهم يسخرون مما كان سابقاً أمراً صادقاً. ربما تمادى الناس بعض الشيء على أمل أن يبارك الله ما باركه سابقاً. فلنبقى على الشكل، فضع الجوهر في الطريق وبقي الشكل، فكانوا يسخرون منه. وأيضاً أريد أن أقول نحن لا نسخر أبداً من هذه الأمور. نحن نريد كل ما يملكه الروح القدس، ولكننا نريده أن يكون بالإيمان، نريد أن يكون في ترتيب لائق، كما نريد أن يكون مصحوباً بحضور الله. حسناً، سؤال آخر، هل من الممكن أن يشعر أحد بحق أن لديه سلاماً تجاه أمر ما ولا يكون هذا من الله؟ يشعر بالسلام وليس ولا من الله. يكون هذا نعم من الله. بالتأكيد. إذا نظرت إلى حزقيال 14 يتكلم عن الناس الذين يأتون بأصنام في قلوبهم. والآن ما هو الصنم؟ عبادة الأوثان في العهد الجديد هي الشهوة. عندما تشتهي ترغب في شيء. قال الله إنهم سيلجؤون للأنبياء ويقولون دعيتك علي، كلمني بكلام الله. فيقول الرب سأجيب هذا الشخص وأقول اذهب إلى أصنامك. عندما أدخل إلى محضر الله لأطلب منه شيئا ما، يجب أن أتأكد في قلبي أن قلبي على الحياد. مررت بمواقف في حياتي لم أكن فيها محايدا، كان لي سلام ولم يكن هذا من الله، فقد جعلني ذلك أحزن. بتعبير آخر، إن كنت مثلاً تنوي الزواج، لهذا كنت سعيداً في بدايات علاقتي مع ليسا أننا في بلدتين متباعدتين، لأني كنت منجذباً جداً لها، وتطلب الأمر مني 25 يوماً كاملة لأمنع الإنجذاب أن يتحكم فيا. ووصلت لمرحلة بعد 30 يوماً أنه إن قال الله لا فهذا سيناسبني، لأني عرفت أنه إن قال الله لا فقد رتب شخصاً آخر لي وشخصاً آخر لها. حين وصلت للحياد كنت أستمع حقاً. فإن شعرت وأنا في مخضع الصلاة أنني لست محايداً، فلابد أن أصحح الأمر بكلمة الله وبالصلاة لأصبح محايداً. يمكنني أن أقبل كل شيء، لأني إن كنت أميل لشيء فسأجد سلاماً زائفاً. وقد فعلنا هذا في مراحل كثيرة في حياتنا. قلنا سنفعل هذا في هذا الوقت بهذه الطريقة، ثم ندرك أنه لا شيء من هذا، وأن علينا أن نمسح السبورة كلها ونقول لتكن مشيئتك يا الله. والكثيرون الآن يطلبون الإرشاد فيريدون أن يعرفوا. لقد أجبت عن الجزء الثاني من السؤال عن كيفية معالجة الأمر، شكرا لك. أحب إجاباتك، فأنت تزيدين من الحكمة لا، التي في الإجابات. بل أحب ذلك. حسناً، والآن أريد أن أتكلم عن هذا النوع من الحدث.
هذه المعرفة. عندما كنت أدرس لأؤلف كتاب المرأة التي يحتاج إليها العالم، بحثت عن معنى كلمة حدث، ووجدتها في اللاتينية تعني intuitor، وهي تعني المدرس الداخلي. فالروح القدس هو مدرسنا الداخلي، وحين نأخذ قلباً جديداً يعلمنا. لكن هناك بعض الأوقات والأحداث حين يبدو كل شيء صحيحاً ونشعر بالقلق بشأن شخص أو موقف. أيمكنك أن تكلمنا عن هذا؟ نعم، كل مرة لم أستمع للمدرس الداخلي وكان الأمر مرفوضاً هنا لكنه يبدو جيداً هنا، كان هذا فخاً كنت أقع فيه. هل كان هذا أول شعور تشعر به؟ نعم، نعم، قد كان هذا الاستجابة الأولى من روح الله، وأيضاً حين تجاهلت مشورتك. هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية، ادخل على cloudlibrary.org. اختر لغتك، اختر ما تريده من المكتبة الشاملة، كتب إلكترونية، منهج تعليمي كامل، فيديوهات وعظات مسموعة، سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة. اعرف المزيد على cloudlibrary.org. نقول هذا كثيراً للأزواج والزوجات، وربما تتضايقين مما سأقوله. لماذا؟ في بداية زواجنا، هل ستقول أمام الناس؟ عندما بدأنا زواجنا أنا وليسا، كنت أصلي حوالي ساعة ونصف يومياً. كنت أعمل طوال اليوم. كنت أرى أنها تصلي العشر دقائق في الحمام، وكانت هناك أمور أقول فيها أشعر أن علينا أن نفعل هذا أو أن نفعل ذلك، فكانت تقول لست مرتاحة، وكانت على حق في الأغلب. كنت أغتاظ، فقلت يا رب أنا أصلي لمدة ساعة ونصف صباحاً وهي تصلي العشر دقائق، وهي على حق في أكثر من نصف تلك الأشياء. فكلمني الرب وقال ارسم دائرتين، كان هذا وقت أن كنا نستخدم القلم وليس الآيباد، فرسمت دائرة على قطعة من الورق، وقال الله ارسم علامات إكس لتملأ الدائرة، فبدأت أرسم علامات إكس في الدائرة، فقال ارسم خطاً في النص، فرسمت خطاً في النص، فقال هل تلاحظ أن نصف علامات الإكس في ناحية ونصفها في الناحية الأخرى؟ فقال قبل الزواج كنت كاملاً في، لكنك أصبحت أنت وليسا جسداً واحداً، فهذه الدائرة تمثلك أنت وليسا، أنت النصف الذي على اليسار وهي على اليمين. ثم قال الله هل تعرف ما هي هذه العلامات؟ هي المعلومات التي تحتاجها مني لتتخذ قرارات حكيمة. المشكلة هي أنك تتخذ قرارات بناء على نصف المعلومات. فقال يجب أن تتعلم أن تأخذ من زوجتك ما أريتها حتى تتخذ القرارات كرأس للبيت بكل المعلومات التي أعطيها لك. إذن فمع هذا الحدث أقول نعم، لقد أضرني الأمر، شعرت بالرفض الأولي وتجاهلته، لكن كانت هناك مرات قلت لي فيها أشياء وكنت أعرف في أعماقي بشهادة الروح القدس، قلت لي أموراً، وربما يحدث هذا مرة كل عامين أو خمسة، فأقول لست أنت من تتكلمين، هذا كلام الخوف. هذا كلام الخوف. نعم، وأضطر أن لا أوافق عليه، لكن في أغلب الأوقات أشعر في أعماقي بالأمر وأقول للأسف هي على حق، وإن تجاهلتها أدفع الثمن، هي لا تدفع بل أنا. جون كريم فيما قاله، لكني أخطئ أكثر من هذا، ولكني أريد أن يفهم الناس أنه عندما يكلمهم الله بشيء يمكنهم أن يثقوا فيه. يقول الباحثون إن الروح لديه بعد نظر أكثر مما نفهمه بالفعل. عندما نقفز بفهمنا الشخصي ونبدأ في التنبؤ بالأحداث، لا نشك في أنفسنا. عندما يبدأ الله في قول شيء لنا، علينا أن نؤيده. مررت مؤخراً باختبار حين كنا في أتوبيس، ولابد أن أقول أكره الأتوبيس. لا أعرف لماذا توجد عندنا مع هذا التقدم، لماذا لا زال عندنا؟ أنا أكره الأتوبيس. وكنا ذاهبين للمطار، وكانت هناك سيدة لم تأتي بعد للمكان الذي كنا اتفقنا على الاجتماع عنده. لم نجدها، فاتصلنا بها. أين أنت؟ أين أنت؟ وفي النهاية رأيت شخصاً يقفز ويلوح بيده من بعيد، وليس في المكان الذي كان من المفترض أن أكون فيه. وأردت أن أصب غضبي عليها، ماذا تفعلين هناك؟ أنا في الأتوبيس لخمسة وأربعين دقيقة. لكن حالما رأيتها قلت أنا أحبها.
كان اتصالاً قلبياً، وما أن رأيتها قلت في نفسي أنا أحبها، وكان التواصل بيننا عميقاً. سيمنحك الله هذا التواصل حين يكون كل ما حولك يسأل لماذا أحبها. لابد أن هذا من الله، وهذا بسبب مشكلتي مع الأتوبيس. لقد أحببتها كثيراً، واستلمت رسالة منها اليوم قالت: أنت لا تعرفين أنك أحببتيني على الفور. وهذه المحبة الفورية واو جعلتني أشعر بمحبة الله في أشد أوقات حياتي وحدة. نحتاج أن نكون أناساً لهم هذا النوع من التواصل، ولا ندع الظاهر يحدد علاقاتنا. وكانت هناك أوقات أخرى حين كنت تقول لي: ليسا، لا أطمئن لهذا الشخص. فأقول لك: أنت فقط لست امرأة، لا تعرف هذه الأمور، أنا أعلمها. ربما حذرني 3 أو 4 مرات ولم أستمع، ولم يكن هذا لصالحي، وهكذا. أنا وأنت فعلا. نعم، روح القدس، الحدث. حسنا، أريد أن أقول شيئا أشعر به في روحي، وهو لماذا برنابا وبولس لم يتخذ القرار؟ لماذا وجب عليهما أن يذهب إلى أورشليم؟ لأن هناك أمراً يتعلق بأن نكون معاً حين يوحدنا الله، أن الإجابة الصحيحة تأتي من الله حين نكون سوياً. فكزوج وزوجة نحن واحد، فحين نجتمع سوياً نحصل على الإجابات السليمة. دعوا هذا في أذهانكم يا شباب. نقطة جيدة. ما هو الفرق بين مواهب الروح و ثمر الروح؟ هذا سؤال عظيم. ثم سأسأل سؤالا آخرا. موهبة الروح هي شيء يضعه الله على حياة شخص ما، وهي لا تحتاج لرعاية أو تطوير. الشيء الوحيد الذي يحتاج تهذيب هو كيفية ممارسة الشخص لها، لكنها موجودة وتعمل. لكن ثمر الروح يجب أن يرعى. يمكنك أن تقول إن المواهب تعطى والثمر ينمى. ثمر الروح هو نتيجة حياة منقادة بالروح القدس. حين نحيا بالروح، حين نسلك بالروح، فثمر هذا، نتيجة هذا، أن تحصل على فرح أكبر، سلام أكبر، صبر أكبر، ومحبة أكبر. هذه المحبة ستنبثق من داخلك لأنك تسير بالروح. هذه حياتك الشخصية. حسناً، ثمر الروح هو الأساس الذي سيحميك في حياة الخدمة. مواهب الروح هي لحياة الخدمة لديك. للأسف هناك من يرغبون المواهب أكثر من الثمر. لقد صليت قائلاً: يا الله، أنا لا أريد أن المواهب التي تضعها على حياتي تحل محل الثمار التي رويتها. أردت أن أصلي هكذا لأنهي جيداً. ما يحدث هو أن الناس يسعون وراء المواهب. الكتاب يقول: اسعوا وراء المحبة وتشوقوا للمواهب الروحية، لكنهم يسعون وراء المواهب. فهم يسعون وراء المواهب لكنهم يهملون الثمر. لكن في النهاية لا تتحمل شخصياتهم تلك المواهب فتؤدي إلى دمارهم. طرد يهوذا الشياطين، وحين أرسل يسوع التلاميذ كان منهم، لكن يهوذا في الجحيم. قال يسوع: خير له لو لم يولد. كان يهوذا يمارس مواهب الروح ولكنه لم يرعى الثمر. نعم، يبدو أن هناك سؤالاً صعباً: لماذا يمارس بعض الناس هذه المواهب القوية كمواهب الوعظ أو عمل المعجزات، ولهم اجتماعات ديناميكية قوية، لكن الثمر، ثمر حياتهم، على النقيض؟ كيف يحدث ذلك؟ أريد أن أعطي مثالاً لننظر إلى بلعام. نبوات بلعام في الكتاب المقدس كانت له موهبة النبوة. حسناً، نبواته في الكتاب لقد قرأناها في كلمة الله، لكن الله جعل الناس يقتلونه بحد السيف لأنه كان شريراً وعاصياً. شاول كان مجنوناً. حقاً أتكلم عن الملك شاول. كان مجنوناً حقاً، طارد داود مسيح الله ليقتله، لكنه أيضاً كان يتنبأ طول الوقت مع الأنبياء. ليست المواهب في حياة الشخص دليلاً على رضا الله، فقد قال يسوع: كثيرون سيقولون طردنا شياطين باسمك، عملنا معجزات باسمك، أجرينا عجائب، تنبأنا وتكلمنا باسمك. فسيقول لهم: ابعدوا عني، لا أعرفكم يا فاعل الشر، لم تنموا الثمر في حياتكم. وقد قال لي الرب ذات مرة: ألم تلاحظ أنهم لم يقولوا لقد أطعمنا الفقراء باسمك، زرنا المسجونين باسمك؟ وقال لي الرب: هؤلاء الناس قد رعوا الثمر. وعندما تنمي الثمر يكون أكثر شيء يضمن أنك ستنهي جيداً.
لأنه حين بدأ كل شيء معي، وهذا سؤال جيد، كنت أعمل لدى كنيسة كبيرة جداً. كانت وظيفتي في الكنيسة، وقد كانت كنيسة معروفة، كانوا يستضيفون متكلمين معروفين وآخرين غير معروفين من كل أطياف الكنيسة. ولاحظت أن البعض عندما يدخل السيارة تحس أن يسوع قد دخل معك. عندما يقف ويعظ تشعر أن يسوع قد وعظ وأن الناس يشفون من أمراضهم. لكن هناك آخرين عندما يدخلون تشعر أن هناك ما يسوء، لماذا أصبحت المحادثة رديئة هكذا؟ ثم يصعدون على المنبر فتجد الناس يشفون. فكنت أصرخ وأقول يا رب أنا لا أفهم، ما الذي يحدث هنا؟ كيف يمكنه أن يكون هكذا معي في السيارة ثم يصعد على المنبر فأجد الناس يشفون؟ إنهم يشفون حقا، لم تكن هذه تمثيليات، لقد كانوا يشفون حقا، كانت قوة الروح القدس. وهنا أراني الله كيف أن يهوذا طرد الشياطين وشفى المرضى، لكنه الآن في جهنم. تنبأ بلعام وهو في الجحيم، تنبأ شاول ولم ينهي حياته جيدا، لا أريد أن أجزم أين هو. هذا حين قال لي الرب مسحة الله ومواهب الله في حياة أحدهم ليست دليلا على رضا الله. من ثمارهم تعرفونهم، حسنا، من ثمارهم تعرفونهم. هل يمكننا أن نقول حتى نلخص هذا الأمر أن المواهب تأتي على حياة الإنسان بينما الثمر هو الشيء ينمو داخل حياته؟ إنها شخصية الإنسان؟ نعم، هذه طريقة رائعة لقولها. لقد تكلمت عن الإرشاد بذلك الإحساس المريح، وأيضاً هذا الإحساس حين لا نشعر بالراحة. وتكلمنا عن الشهادة، تكلمنا عن الحدث، تكلمنا عن الصلاة أيضاً. لكن هل يمكنك أن تكلمنا عن طرق أخرى؟ كان يتكلم الله لأحدهم بصوت مسموع، لأني سمعت حديثاً أحدهم يشكك أن الله يمكن أن يتكلم للبشر. لا، حقاً، فهم يقولون اقرأ الكتاب فقط. لذا أخبرنا، هل تؤمن أن الله يتكلم في أيامنا هذه؟ وهل يتكلم فقط بما يتناسب مع كتاب المقدس؟ لأن هناك جيل يعتقد أن الله توقف عن الكلام. قبل كل شيء يقول بولس لكنيثة كورنثوس، كنتم منساقين وراء أوثان خرساء. قد يوحي الكلام أننا نقول إنها أوثان جامدة، لكنها كانت خرساء. بمعنى آخر، الآلهة التي كانوا يعبدونها لم تكن تتكلم. قال بولس الفرق هو أن إلهنا يتكلم، وهو يتكلم بوضوح. إذن كيف يتحدث؟ يعرض العهد الجديد طرقا متنوعة يتكلم بها الله إلينا. حسنا، أول طريقة وأهم هذه الطرق الشهادة الداخلية، ذلك الإحساس المخملي. هذه هي الطريقة الأولى التي يتكلم بها الله. أكثر حتى من كتابه؟ لا، تمهلي قليلا. يتفق الكتاب دائما مع هذه الطريقة. إذا شعرت بسلام لا يتفق مع الكتاب لا تستمع له. من المؤكد أنك رعيت دوافع خاطئة في قلبك وعليك الرجوع إلى الصفر. إذن الكلمة هي دائما، الكلمة نهائية، الكلمة هي دائما الأساس والبناء. الشهادة الداخلية هي رقم واحد. رقم اثنان هو الصوت الرقيق الهادئ الذي يتحدث عنه الكتاب. قال يسوع خرافي تصغي إلى صوتي. حسناً، روح الله يتكلم وهو يقول ما قاله يسوع. هذا هو الصوت الرقيق الهادئ. لكن اعلموا هذا، بعض الناس قد ضلوا بشدة لأنهم بدأوا في اتباع تلك الأصوات، والمشكلة هي لم تكن هناك شهادة داخلية تؤيد الصوت. في كل مرة سمعت فيها صوت الله كانت الشهادة ترافقه، وكلاهما يتفقان مع الكلمة. بتعبير آخر، لا يتسرب منا الروح كالماء، كلمة فشهادة فصوت. إذا سمعت الصوت بلا شهادة لا تستمع للصوت. ذهبت إلى اجتماعات حيث تنبأ أناس علي ولكني لم أختبر حضور الله ولا شهادة داخلية، فقمت بوضع النبوة على الرف. حسناً، وأحياناً ما اعترضت على الكلمات، اعترضت عليها. الطريقة التالية التي يقول العهد الجديد عنها هي بالأحلام. حسناً، رأى بولس حلماً لرجل مقدوني يقول له اعبر إلينا وأعنا. كان هذا الروح القدس يقول لبولس اذهب إلى مقدونية. حاول أن يذهب إلى بثينية ولم يسمح له، وأماكن أخرى ولم يسمح له، ثم رأى الرجل يقول اعبر إلينا. هذا هو حلم. قد يكلم الله أناساً بطريقة الأحلام، وهذا أكثر من غيرهم. أعرف أنها طريقة قوية يستخدمها الله مع زوجتي بالأحلام، لكن من النادر أن يحدث هذا معي، فهو يتكلم لي بالصوت الداخلي، الصوت الوديع الهادئ.
الطريقة التالية التي يقول عنها الكتاب المقدس هي الرؤى، وهذا ما حدث مع بولس حرفيا، فقد قال: لا أعرف إن كنت في الجسد أم لا. أنت لا تعرف إذا كنت في الجسد أم خارجه، ولكنك ترى من خلال عالم الروح حرفيا. حسنا، تدعى هذه الرؤية. هكذا دعاني راعية أنا وليسا لخدمة ماسنجر الدولية، وذلك عام 89. جاء وقال: يا سادة، أتتني رؤية بالأمس، كنت وكأنني أشاهدها على شاشة التلفزيون. هي لواحد من الرعاة، لن تكون راعين عندنا، بل ستسافر إلى كل مكان وتكون بركة لجسد المسيح، أي أنت يا جون. وكان الله قد قال لي نفس الشيء في الصلاة منذ 8 أشهر، فكان هذا تأكيدا. أتفهمونني؟ حسنا، آخر طريقة يقول العهد الجديد إن الله يكلمنا بها هي الغيبة. لو تذكرون، فقد صعد بطرس، كان جائعا كما هو الحال معي الآن، وهناك هذا ما يحدث حين تجوع. نعم، تدخل في غيبة. حقا كان في غيبة. وماذا يحدث في الغيبة؟ في الغيبة تكون حواسك معطلة. الفرق بين الغيبة والرؤية: في الرؤية لا تزال حواسك واعية. في الرؤية قد تكون تتحرك في المكان. حين ذهب بولس للسماء وحين ذهب يوحنا للسماء كانوا يتحركون. في الغيبة تكون حواسك معطلة وأنت ترى شيئا وأيضا تسمع صوت الله: قم يا بطرس، اذبح وكل. حسنا، أعرف أشخاصا دخلوا في غيبة، لكن لن أطيل الكلام في الموضوع بسبب الوقت الضيق. ربما يقول أحد: وماذا عن الجزة؟ الجزة من العهد القديم. خذ ما في العهد القديم ومرره خلال الصليب، وله أن يتركه أو يراجعه أو يمحوه. أنا أخذ الجزة وأمررها في الصليب وأرى أن الصليب يمحيها. يقول الكتاب: فالذين يتبعون قيادة روح الله وليس الجزة. ويجب أن لا تنسوا أن الروح القدس لم يكن ساكنا في الناس في العهد القديم، فكانوا يقولون: ليس أمامنا غير الجزة. أنا شخصيا لا أنصح مؤمن العهد الجديد باستخدام موضوع الجزة. لا أعترض على العلامات، لكن تأكد أن لك حدا وهو كلمة الله، وأهم شيء هو الشهادة الداخلية، لأن الجزة هي في النطاق المادي، ومن الأفضل أن تبتعد عنه. نحن مدعوون لنحيا ونسلك بالروح. أريد أن أتكلم بشأن النطاق الجسدي، لأن كل الإجابات هي عن النطاق الروحي. لكن عندنا وصية واضحة: إن رأيت أخاك محتاجاً وأغلقت أحشائك. أحياناً لا نحتاج إلى صوت من السماء، عليك فقط أن ترى الاحتياج أو تسمع به. حين سمعنا عما كان يحدث في الكتب وكيف كانوا يقطعون الصفحات ليتشاركوا فيها، قلنا: كيف نغلق أحشاءنا؟ لا يمكننا، لم نرى ذلك، بل سمعنا به، فقلنا: لابد أن نتصرف. عليك أن توصل رسالة للرعاة. عندما سمعت عن الفتيات التي يتاجر بهن، لم يتكلم الله، لكني قلت: يا ليسا، يجب أن نساعد. قرأت عن ذلك في مجلة، ورأيت ذلك عندما كنت في الخارج. البعض ينتظرون علامة أو غيبة أو رؤية أو حلم، في حين أن الكتاب يقول: إن رأيت أخاك. ويمكننا أن نبدأ بالأخ المحتاج، نبدأ بالمؤمن المحتاج، نبدأ بمن نستطيع أن نراهم بحق، من نستطيع أن نلمسهم، من نستطيع أن نسمعهم، ولا يمكننا أن نغلق أحشاءنا. وأجد أننا كلما تجاوبنا مع ما نراه في النطاق الطبيعي، يأتمننا الله على أمور أكثر في النطاق الروحي، لأنه يقول: أراك أميناً في هذا، سأوكل لك بعض الأمور في نطاق الإيمان. حبيبتي، لدينا دقيقة واحدة. أيمكننا أن نصلي لأصدقائنا وشركائنا؟ أيمكن أن تصلي؟ سأبدأ أنا ثم أنت. حسناً، هذا عظيم. أبانا السماوي، نشكرك أنك قلت أنه في الأيام الأخيرة سينقاد أبناؤنا وبناتنا بالروح القدس، وبحسب ما جاء في كتاب الأعمال، فنحن الجيل الذي سيسير في الرؤى والعلامات والعجائب والأحلام. فيا أبانا، تمم مشيئتك، فقد نسألك أن تملأنا بروحك. أعطينا أعين لترى، وأذانا لنسمع، وفما لنتكلم، وقلبا يتسع للإيمان، والجرأة لنصلي صلوات تخيف إبليس، ونرى السماء تغزو الأرض. وافتحوا عيونكم وصلوا. أبانا في اسم يسوع، أصلي لإخوتي وأخواتي الذين يشاهدوننا. أتكلم أولا على العبودية فيهم، أأمر العبودية أن تنكسر في حياتهم. أتكلم على المرض والتعب.
الشعب، أأمر أن ينكسر، نأمر كل فكر، نأمر كل فكرة ترتفع ضد معرفة الله أن تدمر وتهدم. ويا أبانا أتفق أنا وليس في الأمر ونطلق محضر الله، امتلئ من الروح في اسم يسوع القوي، وانمو في مواهب الله التي على حياتك ومن تخدمهم. أبانا أنا وليس نستودعهم في يديك في اسم يسوع القوي. وقال شعب الرب آمين آمين آمين, آمين.